بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني يا أحلى كيشي في الدنيا. تعالوا النهاردة نشوف درسنا الجديد اللي هنتعلمه. بس النهاردة معانا أحلى عرايس في الدنيا، بتحبهم إن هم يشاركوا معانا في كل درس. ويلا بينا نتعرف على أصحابنا الحلوين. مين؟ مين؟ ده خوخة وسمسم. ازيك يا خوخة؟ أهلا أهلا أهلا. عاملة إيه؟ الحمد لله. ازيك يا سمسم؟ أنا تمام. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. طيب النهارده انا هشرح لكم درس جديد وهحضر البورد، بس يا ريت تكونوا مركزين. الحمد لله تمام، احنا مركزين معاكي خالص. ماشي. هاتي القلم ده. هاتي القلم. لا لا، ده قلمي انا. طب بلاش، هاتي الحقيبه. هاتي الحقيبه. لا 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 لا، ده حقيبتي انا. حقيبتي انا. طيب هاتي ايه؟ هاتي الكتاب. هاتي الكتاب. ايوه اخد الكتاب. يوه يوه، ده كتابي انا. كتابي انا. خاصة بينا، بس لما نيجي ناخدها من بعض لازم نستأذن من بعض، لكن كده ما ينفعش. انتوا عارفين انتوا هتعملوا زي ايه؟ انتوا هتعملوا زي ياء الملكية. ياء الملكية طماعة وأنانية، عايزة كل حاجة ليها. القلم قلمي، الكتاب كتابي، المدرسة مدرستي. تيجوا نعرفوا الدرس بتاع ياء الملكية ونشوف هي عملت ايه؟ ماشي يا ميس. ونعرف أشكالها وإمتى بتيجي؟ ماشي يا ميس. يلا كلكم تركزوا معايا. صحابنا الحلوين في البيت مع خوخة وسمسم، هنشوفوا درسنا النهاردة. هو اسمه ياء الملكية. يعني ايه ياء الملكية؟ شكلها ايه؟ بتيجي في اول الكلمة؟ لا، مش بتيجي في اول الكلمة، غلط. طيب بتيجي في وسط الكلمة؟ برضو غلط. امال ايه يا مس؟ لا، هي بتيجي اخر الكلمة، وبيكون شكلها زي ما انتوا شايفين كده، متصلة، او ممكن تيجي منفصلة بالشكل ده. يبقى يلا نراجع مع بعض تاني شكل ياء الملكية. اول الكلمة لا غلط، في وسط الكلمة غلط، في اخر الكلمة متصلة او منفصلة. منفصلة امتى بتكون منفصلة؟ فاكرين يا كيجي انا سمعكم بتقولوا انها لو قابلها حرف رافس؟ فاكرين اغنية الحروف الرافسة؟ ست حروف بتقول يلا بينا على طول، اللي بيجي قبلينا اهلا بيه في وسطينا، واللي بيجي بعدينا ملهوش دعوه بينا. وده هيبان من خلال الامثله اللي هناخدوها دلوقتي. امتى ياء الملكيه تبعد عن الحرف؟ يلا نشوف مع بعض امثله لياء الملكيه. دي ايه يا اولاد؟ دي يد. يد. طب لو انا عايزه اقول اليد دي ملكي انا، بتاعتي انا، يبقى هنضيف لها ياء الملكية. طب ما مسكتش فيها ليه؟ لان الدال حرف رافس. بقت كلمة ايه؟ يدي، بتاعتي انا. طيب تيجي نقطعها مقاطع صوتية مع بعض. يلا ياء. هل الدال والياء كل واحد مقطع؟ لا طبعا، احنا هناخد الدال والياء مع بعض علشان هي بتتعامل معاملة المد بالياء. طيب ايه ده؟ ده فم. فم. فم لما نحط لها ياء الملكية، انا عايزة اقول ده فمي انا، اهو هناخد الياء المتصلة، اهو بقت كلمة فمي. فمي يعني فمي انا، ملكي انا. طب لو قطعناها مقاطع صوتية، الفاء لوحدها صوت، اما الميم والياء مقطع صوتي واحد، لان احنا قلنا بتتعامل معاملة المد بالياء. طيب ده ايه ده؟ ده قلم. طب انا عايزة اقول ده قلمي انا، يبقى هنضيف له ياء الملكية. يلا ندخل البازل كده اللام في القاف، اها قا لا مي. قلمي. قلمي بتاعي انا. يلا نقطعه مقاطع صوتية. قا
لا مد وممدود مقطع مي قال مي. طيب ايه صورة ايدي يا اولاد؟ دي اذن اذن. طب لو حطينا لها ياء الملكية هتبقى ايه؟ اذني. يلا نكونها مع بعض. اذن او زو ني، وهنحط لها ياء الملكية هتبقى اوزو ني. الفرق بين ياء الملكية واي ياء تانية ان ياء الملكية مش من اصل الكلمة، يعني ممكن بكل بساطة نشيلها والكلمة ما تتغيرش، لكن لو زودناها بتبين ان انا بمتلك الشيء دوت. طيب تعالوا مع بعض نشوف كلمات تانية فيها ياء دخلت عليها ياء الملكية. كلمة أب لو أنا دخلت عليها ياء الملكية هتبقى أبي. فين يا مس ياء الملكية؟ يلا مع بعض هنحط سيركل على ياء الملكية هيت ياء الملكية. طيب الكلمة اللي بعدها كلمة أمي، فين ياء الملكية؟ أهي بس متصلة. جسمي، فين ياء الملكية؟ هيت. بنتي، فين ياء الملكية؟ هيت. لوني، لوني أنا، هيت. أنا سامعة أولاد في البيت بيقولوا إيه ده؟ يبقى رامي، هاني، في ياء ملكية؟ لا طبعا، لأن الياء فيها في الكلمة أصلية، ما ينفعش نقول رام، رام ما ينفع، ينفع نقول هان ما ينفعش، لأن الياء فيها أصلية، لكن إحنا قلنا إن ياء الملكية مش من أصل الكلمة، يعني أنا بزودها على الكلمة علشان أبين إنها امتلاك لي بتاعتي أنا. سورة إيدي يا أولاد. انا سامع حد بيقول انف. طب لما اقول انفي انا عايزه اقول دي ملكي انا، فاقول ايه؟ انفي. طيب صورة ايه ده؟ ده طفل، عايزه اقول ده ملكي انا، مش هقول ملكي انا، خلاص هقول ده طفلي. دي صورة ايه؟ دي قطة. طب عايزه اقول دي ملكي انا، هقول قطتي. وده صورة ايه؟ بيت. طب عايزة اقول ده ملكي انا، هقول بيتي، مش هنقول ملك، خلاص هنقول هنزود ياء الملكية ونقول بيتي. صورة ايه ديت؟ دي بنت، عايزة اقول دي ملكي انا، بنتي. ودي صورة ايه؟ سرير. طب انا عايزة اقول ان ده ملكي انا، هقول ايه؟ سريري. وبتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا درس النهاردة، وياريت نطبقه مع ماما في البيت، وتكون فترة اجازة قصيرة، ونتقابل تاني. باي باي.